ضمن عائلة شاومي 12 الرائدة، أعلنت شركة شاومي عن النسخة الأرخص ثمناً باسم شاومي 12X، جاءت بمواصفة قوية بسعر منافس، فلنتعرف أكثر. مراجعة سريعة. تصميم الهاتف جاء مشابها بشكل كبير لأخويه شاومي 12 ونسخة برو. الواجهة الأمامية تستحوذ عليها الشاشة بالكامل مع ثقب صغير في أعلى المنتصف للكاميرا الأمامية. من الخلف هناك وحدة الكاميرات مستطيلة الشكل أعلى اليسار، وتتضمن العدسة الأساسية كبيرة الحجم وأسفلها العدسات الأخرى مع الفلاش. هيكل الهاتف زجاجي من الأمام والخلف مع طبقة حماية للشاشة من نوع غوريلا جلاس فيكتوس الأقوى والأحدث. لم يتم الكشف عن مادة الإطار المحيط بالهيكل، لكن توقع أن تكون من الألومنيوم. يضم الهاتف غرفة بخار لتبديل الحرارة، ما يعزز أداء التبريد للاستخدام المستقر، ويبدو أن الهاتف لا يدعم معيارا رسميا لمقاومة الماء والغبار. طول الهاتف 15.72 سنتيمتر، وعرضه 7 سنتيمتر، وسمكته 8.16 مليمتر، ويزن 176 جراما. الشاشة جاءت بمواصفات قوية، اللوحة من نوع OLED مشبعة الألوان، محمية بزجاج غوريلا جلاس فيكتوس، مقاسها 6.28 إنش، ودقتها Full HD Plus بكثافة 419 بيكسل للإنش الواحد. تدعم عرض المحتوى بالبعد الديناميكي العالي HDR10+ وتقنية Dolby Vision، كما أنها تدعم معدل تحديث عال 120 هرتز يتغير حسب الاستخدام، وحساسية لمس 480 هرتز، ما يمنح الهاتف سلاسة كبيرة أثناء اللعب والتنقل بين القوائم ويوفر الطاقة. بالإضافة إلى ذلك تأتي شاشة بسطوع عال يصل إلى 1100 شمعة كحد أقصى، وتحتوي قارئ بصمة ضوئيا مدمجا أسفلها لفتح قفل الهاتف. من حيث الأداء، حمل الهاتف معالج كوالكوم سناب دراجون 870، المعالج 8 نواة والمصنع بدقة 7 نانومتر بسرعة قصوى تصل حتى 3.2 جيجا هرتز، والذي أثبت قوة وفعالية في الأداء. معالج الرسوميات هو أدرينو 650. الهاتف يأتي بساعة رام 8 أو 12 جيجا بايت مع ذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بساعة 128 أو 256 جيجا بايت، ولكن للأسف لا يدعم الهاتف تركيب شريحة تخزين خارجية. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 الأحدث من شركة جوجل مع واجهة شاومي الأحدث أيضا MIUI 13. الكاميرا الخلفية جاءت ثلاثية، العدسة الأساسية عبارة عن مستشعر سوني IMX766 بدقة 50 ميجا بكسل، وتأتي برفقة مثبت بصري. العدسة الثانية فائقة الاتساع ألترا وايد، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل بزاوية رؤية 123 درجة. العدسة الثالثة ماكرو لالتقاط صور قريبة بدقة 5 ميجا بكسل. تدعم الكاميرا الأساسية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K بتردد 24 إطارا في الثانية، ومقاطع بدقة 4K بتردد 60 إطارا في الثانية، وكذلك مقاطع عرض بطيئة بتردد 960 إطارا في الثانية بدقة Full HD. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 32 ميجا بكسل، تدعم البعد الديناميكي العالي HDR، وتستطيع تصوير مقاطع بدقة Full HD بتردد 60 إطارا في الثانية. من حيث الاتصال، يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال، كما يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G. الهاتف يأتي بمكبرات صوت بالأعلى والأسفل، ما يعني أنه يدعم سماعات السيريو، لكنه لا يحتوي مدخل 3.5 مليمتر لتوصيل السماعات السلكية. البطارية جاءت بحجم 4500 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط عبر مدخل USB من نوع C. وعلى عكس شقيقيه، الهاتف هنا لا يدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي. سيتوفر الهاتف بألوان الأسود والزهري والأزرق بسعر يبدأ من 500 دولار لنسخة 8 جيجا بايت رام و128 جيجا بايت ذاكرة داخلية. سيصدر في الصين أولا، على أن يصدر بنسخة عالمية في وقت لاحق. هل أعجبكم الهاتف وترون أنه صفقة جيدة؟ اكتبوا لنا في التعليقات.